solve using augmented matrix methods. عندنا two equations. أقدر أحط الإيكويشن الأولى هنا بعد ما أقسمها على 2 فتديني 1 مع ماينس 2 مع ماينس 1. الإيكويشن التانية نقسمها على 3 فتديني ماينس 1 و 2 و 1 عشان نبسط الأوبريشنز. عندنا 1 في الرول الأولاني فمش محتاجين نغير فيه حاجة، ننزل الرو الأول مثل ما هو. طيب هنسمي ده R1 اللي هو نفس ده، وأقول هنا R2 زائد R1. لو جمعت ده وده يديني صفر، ماينس 2 و2 صفر، ماينس 1 و1 صفر، وبالتالي لغينا كده إيكويشن، يبقى مفيش إلا إيكويشن واحدة فقط. يبقى عندنا 2 unknowns مع 1 equation يبقى infinitely many solutions. كل لما تحط قيمة، مثلا هنفرض ال x2 assume ال x2 equals t، إذا الـ x1 تاخد قيمة بناء على الـ t دي، هنا t يبقى 2t من الجهة الأخرى ناقص 1، يبقى ده الحل بتاعنا، حيث الـ t تنتمي للـ r. مثلا r خدت الـ x2 خدت 1، يبقى الـ x1 2 في 1 ناقص 1 يبقى 1، 2 يبقى 4 ناقص 1 3، وهكذا infinitely many solutions.